لحد ما فيهم فصلوني بسبب واحد الله يسهله بقى، كان صراف المؤسسة، كان بيسرق من أي حد ويلبسها له. في يوم سرق عجز كبير جدا ولبسهولي، مضوني على وصولات أمانة بالظلم، وديني زي ما أنت شايف أهو بحاول أسدد اللي عليا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس هذه شو اسمها؟ اسمها عبيط زيها كده، اسمها الشركة القابضة للمؤولات والمواسير. هذا مقر الشركة. اسمع خليك هنا شوي بدور واجيك. طيب يا ولدي يوسف، ليش ما حاولت تثبت براءتك؟ ترى ما احب الاستسلام والياس ابدا. حاولت والله يا حق، بس ما حد يصدقني لغايه ما قلت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيثبت براءتي. ونعم بالله. وهالولد هذا وش اسمه؟ جاء اتصال من ساعتين، مشى وشكله مقروص. المهم عرفته من بيته. امش امش. ترى بخيل مرة يا حاج، تصدق وتؤمن بالله؟ لا إله إلا الله. السيارة كانت إيجار، كنت بدفع له 60% من الإيجار وكان بيحاسبني عليهم، والسيارة كانت باسمه أساسا. طيب ما حاولت تقنعه يوقف جنبك يقول الحق؟ تصدق وتؤمن بالله؟ لا إله. الأكل، فلوس الأكل اللي كنا المفروض نقسمها بالنص، كان يروح الأفراح يحطها في كيس ويحاسبني عليها، وأنا من هبلي كنت بحاسبه عليهم. وش هالبخل هذا؟ تعدى الجاحظ هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده إنسان يبيع نفسه عشان خاطر فلوس. تعرف ان انا في مره رحت له وخبطت على الباب من غير ميعاد، لقيته قافل الباب بالترباس.